بصراحة هناك شعور أن السياحة ليست على أولويات الدولة. لا والله أنا يعني ما بقصدش الدولة حضرتك، أنا فاهم، أنا أنا بقصد فاهم. أن الدولة لا ترى أن السياحة، هي بتقول السياحة وبتشغل ناس، مش شايفة أن السياحة أنها يجب أن تدعم السياحة بشكل أساسي. أنا عايز أقول لحضرتك، لما طلبت إن أنا أنضم للحكومة في 20 سبتمبر اللي فات، أنا في لقائي مع المهندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قال لي أنا عايز أقول لك حاجة، مش أنا جاي من قطاع البترول، عايز ولسه في اكتشافات موجودة، أنا عايز أقول لك إن الاكتشافات دي وكل الحاجات البترولية الجديدة بتاخد وقت عقبال ما نجني ثمارها. أنا أعول كان وقتها قبل حادث الطائرة، أنا متصور إن السياحة لو قامت قامت مصر كلها، وإحنا عاوزين نشوف نقدر نعمل إيه. بس انا عندي الاحساس ده، والكثير من المستثمرين عندهم الاحساس ده، صحيح البنك المركزي اتحرك مثلا أيوة. قريبا لدعم القطاع، لكن السياحه ليست على اجنده الدوله. الدوله يمكن تشعر انه السياحه دي سهل انها تقع كقطاع، وبالتالي الصناعه اهم، الطرق اهم، أيوة. الكباري اهم، قناه السويس اهم، لكن السياحه هي الكاش، هي لا انا الدولار السريع. بالتاكيد حضرتك لما تقولي لي انا كده هقول لك انا موافق تماما، لكن انا عايز اقول ان الدوله لا مهتميه. انا عايز اقول لحضرتك انه لما الكام مره اللي كان فيها عندنا موضوعات عاوزين الحكومه تساعدني فيها، وافقت الحكومه ورحبت. اخيرا رئيس الوزراء فعل اللجنه، لجنه السياحه، لجنه وزاريه للسياحه على غرار اللجنه الوزاريه الاقتصاديه اللي هي المجموعه الاقتصاديه، بقت في مجموعه سياحيه فيها القطاع الخاص اجتمعتوا؟ ممثل، اجتمعنا وخدنا قرارات. وحضرتك لو سألت كبار مستثمرين كان حضرتك أنا عارفة تعرفيهم، إنهم اجتمعوا مع السيد رئيس الوزراء وانا وحضرتك. كنت موجود، وكان المحافظين السياحيين موجودين، وكان الوزراء كتير موجودين، وطلعنا بقرارات محدده، المهم القرارات بقى تتفعل. قرارات بدأنا في تفعيلها. هم في قرارات اوريدي اتخذت، وفي قرارات اضافيه طلبوها انا بشتغل عليها دلوقتي. اديكي مثال، كان اتفضل. في طلب على انه ياخدوا سماح من المديونات الحكوميه اللي زي الكهرباء والغاز والميه وما الى ذلك لمده 6 اشهر، ثم تقسط بعد كده على 24 شهر. لما في الاجتماع ده حصل طلبوا سنه على اعتبار ما حصلش تحسن من وقت نوفمبر لدلوقتي، والتقسيط على 36 شهر. رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الموجودين طبعا فيهم انا ما حدش قال لا.